اسمحوا لي اكون منحاز شويه لطلبه كليه اعلام، لانهم الحقيقه يعني مشاريع التخرج بتاعتهم دايما مميزه وفيها ابتكار. امبارح احنا كان عندنا مشروع مهم جدا، كنا بنتكلم عن التحديات اللي التعليم بالنسبه للاطفال الصغيرين، وازاي الطلبه وهم بيتخرجوا يعني برضه هم مش كبار قوي لكن عندهم وعي كبير جدا باهم مشكلات وتحديات التعليم. النهارده بقى عندنا مشروع تاني غايه في الاهميه اسمه فك العقده. ده اسم مشروع تخرج مبتكر لطلبة سنة رابعة في كلية الإعلام جامعة مصر الدولية. المشروع ده هو حملة من نوع مختلف شوية، الهدف منها هو بناء جيل سوي من خلال وقف توريث العقد النفسية وكمان توعية الأهالي والمقبلين على الزواج. هي فعلا موضوع مهم جدا، ويمكن أنه يعني يخرج من بنات صغيرين هم في آخر سنة في الجامعة، بس بيعتبروا برضو لسه مش مدركين أو يمكن المشاكل ممكن تكون في مجتمعنا، أو إحنا بنبقى متخيلين كده، بس من الواضح ومن خلال هذه المشروعات واضح أن هم مدركين وقادرين يتعرفوا على مشاكل المجتمع بشكل أقرب، خاصة المشاكل النفسية اللي للأسف على فكرة بتكون يعني بتنعكس على بقية المشكلات والتصرفات حتى في بقية حياتهم. خلينا نتعرف أكتر عن هذا المشروع، مشروع التخرج والحملة، من أمينة نبيل وجنة تامر، الطلاب في كلية الإعلام جامعة مصر الدولية. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، صباح النور، أخباركم إيه؟ الحمد لله. طيب أبدأ مع أمينة، احنا بنتكلم عن مشروع اسمه فك العقدة، واحنا بنتكلم على فكرة انه انتوا الاثنين تناولتوا موضوع مهم قوي، توريث، فكرة توريث العقد النفسية وحل مشاكل او تأهيل المقبلين على الزواج، ودي المشكلة اللي يمكن بعدها مش بتأثر على اللي بيقبلوا على هذه الخطوة لكن كمان اولادهم. عايز اعرف الفكره جات لكم ازاي، ومش بس كمان جات لكم ازاي، ازاي عرفتوا ان انتوا تتناولوا الفكره دي وتستعرضوها من خلال مشروعكم؟ الاول احنا 8 كنا مره قاعدين بنفكر هنعمل ايه لمشروع التخرج، قررنا ان احنا عايزين نعمل حاجه ليها اثر مهم على الناس، ونحاول ساعتها يعني نساعد المجتمع اكتر. فقررنا ان احنا نقول، ابتدينا نتكلم نقول ايه اللي بيحصل، مين متضايق، ابتدينا نتكلم مين بيعمل ايه مع اهله. حد قال احنا عندي مشكله مثلا واخده عقده من مامتي، واخده عقده من بابايا. ابتدينا نتكلم، لقينا بقى ان كلنا عندنا بناخد حاجات احنا عاوزينها او مش عاوزينها من اهلنا بطريقه واخدين بالنا منها او مش واخدين بالنا منها، وهم مش عارفينها وممكن يكونوا عارفينها. عظيم. هل لقيتوا ناس كتيره مدركه وفاهمه ان هم واخدين بالفعل عقد من اهليهم؟ كتير جدا وبيعترفوا عادي. معترفين جدا. هي فكره كمان ان احنا في الاول واحنا بندور في التوبيك نفسه اكتشفنا انه توريث العقد مش بس بالتصرفات، مش تصرفات الاهل قدام اولادهم، هو ممكن كمان يكون بالدي ان اي، انه ممكن ان الشخص تعرض لصدمه في حياته، الصدمه دي اثرت فيه نفسيا وهو مش عايز يورثها لاولاده، بس ثرو دي ان اي هي بتتورث للولاد بالجينات. فدي كانت اكتر حاجه انترستنج في الموضوع، انه الناس كلها عارفه ان هو بالتصرفات بس، فاحنا بنقول لهم لا، هو ممكن تبقى بالجينات كمان. فكانوا اللي هو لا ازاي، يعني دي حاجه مستحيله. يعني ليه انا اتعرض لحاجه فالاقي ابني او بنتي واخدينها؟ عرفتوها منين موضوع الجينات ده؟ ريسيرش. ابتدينا نعمل ريسيرش وابتدينا نتكلم مع دكاتره ومع لايف كوتشز وكده، وفي كتب اصلا كانت معموله ان هو بيكسبيرمنتس معموله على الناس من خلال تجارب، يعني اكتشفوا انه ممكن المشاكل النفسيه تورث من خلال الجينات. بالظبط. طيب دي نقطه برضو مهمه، بس من خلال كمان السيرفيز بتاعتكم او من خلال ما انتم بتعملوا البحث مع الناس، اكيد قابلتوا حالات اتكلموا عن مشكلات معينه قابلتهم في حياتهم، من خلالها انتوا استعرضتوها في هذا المشروع. ايه اكتر حاجه لو احنا هنتكلم عن جيلكم حسيتوا ان هي موجوده، وايه اكتر مشكله ممكن تكون قابلت جيلكم؟ طبعا ده من خلال السيرفيز اللي انتوا عملتوها. اكتر مشكله انه دايما في مس كوميونيكيشن ما بين الاهل، مشكله في التواصل. بالظبط. انه دايما الاهل بيبقوا اوفر بروتكتيف قوي على اولادهم، وان هم بيحاولوا يعملوا لهم كل الكويس قوي وعشان بيحبوهم، حمايه زايده وفرض وصايه على الولاد. بالظبط. بس الولاد هم مدركين ده، بس في نفس الوقت مش عارفين يوصلوا هم عايزين ايه، وده بيسبب ان في الاخر ممكن يبقى الطفل يطلع بقى شخص ما عندوش شخصيه او شخصيته ضعيفه. ده اكيد مش هيكون عنده شخصيه طبعا، لان هو والده ووالدته بيفرضوا عليه.
اللي هو ما بيسيبلوش وقت او ما يسيبلوش الرأي بيخليه ان هو شخصيته ضعيفة ومش هيقدر يبقى شخص لما يكبر يبقى عارف يتحمل مسؤولية او يعمل يعني يبقى عنده حاجة عنده هو يقدر ياخد قرار في حياته ياخد قرارات في حياته. طيب من خلال المشروع ده لما بقى عرضتوه على الدكاترة عندكم في الكلية كان ايه ردود الفعل؟ كانوا متحمسين قوي وخايفين قوي. يعني كانوا متحمسين ليه وكانوا خايفين ايه؟ متحمسين لانها فكره جديده. فكره اصلا انه توريث العقد بالجينات دي كانت فكره جديده جدا، ان هو كل الناس عارفه انه في عقد بتتورث بس بالتصرفات. خايفين من ردود الفعل للمشروع بتاعنا. الاهل هيردوا علينا احنا ازاي لما ننزل ونتعامل معاهم ونقول لهم على فكره المشروع. فدي كانت التو ويز بتاعت الكمبيت. طب انتوا كشباب صغيرين قلتوا انه الشباب اللي زيكم في بعض من سنكم يعني يكونوا فاهمين ان هم وارثين عقد من اهاليهم. اهاليهم بقى معترفين بده؟ يعني انت قلت ان في ناس بيبقوا معترفين. في وفي في اهالي بتاخد اللي هو انا عارف، واهالي اللي بتبقى مهتمه قوي بالسايكولوجي ونفسيه الطفل وكده بيبقوا معترفين وبيحاولوا يحسنوا. في اهالي واخده اللي هو انا اتربيت كده فانا هربي عيالي كده، ودي مش دلوقتي مع تطور الزمن والجيل بقى كله يعني عنده رأيه وكده مش حاجة بقى صعب برضو حد يفرض رأيه قوي دلوقتي. طيب جانا انتوا المشروع بتاعكو ممكن تطرقتوا للمشكلات، لكن كمان هل قدرتوا توصلوا لنوع من انواع الحلول النفسية للناس اللي تعرضت للمشكلات دي، ولا كان بس معني اكتر بعرض المشاكل؟ احنا لما ابتدينا نعمل الكامبين احنا في نص الكامبين دلوقتي، فاحنا في الاول كنا بنعرف الناس ايه فكره توريث العقد وايه فكره فك العقده اصلا، وبعدين بنعرفهم لانه العقده بتبقى انواع وبتختلف من شخص التاني. ممكن يبقى شخص بالنسبه له العقده دي بسيطه قوي وصغيره، بس بالنسبه لشخص التاني لا هي عقده كبيره. وبعدها ابتدينا نعمل فيديوز مع سايكايتريست او دكاتره نفسيين ان هم ازاي الشخص ممكن ياخد ستابس في حياته ان هو يعني يواجه مشكلة اللي في حياته، وازاي ان هو يتصرف على اساسها ان هو يحلها. فكانت اول ستيب انه مثلا هو مفروض ان هو يبقى عارف ان في مشكلة، فعشان يعرف ان هو يقال انه معرفة المشكلة هو نص حل المشكلة بالظبط. ودي الحمد لله انه واحنا بنتعامل مع الاهل لا هم عارفين ان في حاجة اسمها عقد، والعقد دي ولادهم بياخدوها، فالحمد لله ان هم كانوا معانا في السايد ده، وهم اصلا كانوا اكتر ناس اللي هم عايزين يعرفوا اكتر وبيدخلوا اكتر عشان يعرفوا الدكاتره النفسيين اللي بيكلموا معانا ايه الستبس اللي ياخدوها منهم عشان يعرفوا يتصرفوا في بقيه حياتهم معايا. فالدكاتره وهم بيقولوا لنا الستبس مثلا ان هو في يعني في سنترز لو الشخص المشكله بتوصل بيه قوي فبيروح للسنترز دي وبيتعاملوا معاه ان هو مراكز متخصصه بالظبط. ان هو ازاي المشكله دي يحلها مع الدكاتره هناك او لايف كوتش معاهم. الشخص مع نفسه هم بقى كانوا بيقولوا لنا ستابس معينه، ف لسه بقى هنزلها في بقيه الكامبين. عظيم. لا احنا هنتابع معاكم الحمله دي. لكن برضو جانب مهم ما اعرفش انتوا تطرقتوا له في الحمله بتاعتكم ولا لا، هو نظره المجتمع للمريض النفسي. ازاي ممكن المجتمع يحتوي لو قدامه شخص مثلا عنده عقده معينه او مريض نفسي، ازاي يقدر يتكلم معاه ويخرج يعني يحتويه ما يبقاش شخص منبوذ؟ حاسه ان في الفتره الاخيره بقى ان الواحد يروح لدكتور نفسي بقى متقبل اكتر من المجتمع اكتر من زمان، اللي هو دلوقتي بقى عادي جدا حد يقول انا بقيت اروح لدكتور نفسي، انا بقيت اروح اتكلم مع حد. حاسه ان المجتمع دلوقتي بقى مور اوير او مور اوبن للموضوع ده. طيب جانا في برضو نقطة تانية، يعني احنا زمان كنا بنسمع عن دكتور النفسي بس نقطة ومن اول السطر، دلوقتي بقى في دكتور نفسي وفي اخصائي نفسي وفي لايف كوتش او في الشخص، يعني مش عارفة المصطلح بالعربي بالظبط تعريبه ايه، ولكن يعني بقى في اكتر من شخص معني بالحالة النفسية عامة. هل تطرقتوا للفرق بين ده؟ يعني واحدة؟ لا ايه بقولها مش كلهم حاجه واحده؟ لا. هل تعرف منهم بقى دلوقتي؟ هل تطرقتوا للنقطه دي؟ يعني امتى الشخص يروح للدكتور النفسي او الاخصائي النفسي او اللايف كوتش؟ اوكي. هو ان هو يروح لدكتور نفسي دي لما الموضوع يكون بالنسبه له اكستريم او
ان هو مش عارف يعيش في حياته يعني. بالظبط مش عارف يعيش في حياته، انه المشكله دي مسببه له ازمه في حياته فمش عارف، فساعتها بيروح للدكتور نفسي. لايف كوتش بتتطلب ادويه، يعني بتتطلب كتابه ادويه من الدكتور النفسي. احنا دي ما وصلنالهاش، لان احنا في الكامبين بنحاول ان احنا نتعامل مع الناس ان هم ازاي يتعاملوا في حياتهم مع العقد النفسي. انا اقصد انه دي من وظائف الدكتور النفسي، يعني دي من الحاجات اللي الدكتور النفسي معني بكتابه ادويه للامراض النفسيه. بالظبط. بس انما لايف كوتش بيساعد الناس في حياتها، بس ان هو زي فكره ان هو حد بيتعامل مع حد مرتاح له فبيتكلم معاه، وان هو بياخد كلامه شويه، بس ان هو مش عايز يروح لدكتور نفسي عشان ما يبقاش ان هو قدام الناس رايح لدكتور نفسي. فاللايف كوتش بتبقى ستيب في النص، ان هو بيساعده وفي نفس الوقت مش دكتور نفسي. طيب عظيم. امينه، انتوا شايف من خلال حملكم بتدعموا المقبلين على الزواج ازاي؟ اولا المقبلين على الزواج دول كده كده احنا بنتارجت اول حاجه الاولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين، منهم اللي قبليهم على طول المقبلين على الزواج، عشان يبقوا حاطين في دماغهم ان انا عاوز اخلف طفل عنده احسن حاجه ممكنه، عنده منتل هيلث كويسه، احاول ابني زي ما اي اب وام بيبقوا عاوزين يكون سوي نفسيا، عاوزين يخلوا اطفالهم احسن ما يكون. فمن اهم حاجه عشان يبقى احسن ما يكون ان هو يكون عنده صحه نفسيه، عنده سراوندينجز المناخ المحيط بيه او الجو المحيط بيه، الجو المحيط بيه يبقى خفيف لذيذ، مش كله مشاكل وخناقات او ضغوطات. دي اهم حاجه عشان كده يبقى الراجل او الست اللي رايحين يتجوزوا يبقوا عارفين هم عاوزين ايه، مش عايزين. احنا اكيد رصدنا مشكلات المقبلين على الزواج، وعلى اساسها بدانا نشوف المشكله فين. ما احنا قلنا اول حاجه تحديد المشكله، صح، وبدانا ندعمهم. بقى ازاي كمان بندعم المقبلين على الزواج؟ ان هو يبقى مقتنع ان في مشكله فيواجه المشكله دي، وعلى اساسها ان احنا نبتدي نحلها عشان المشكله دي ما توصلش للاولاد والجيل اللي بعده، فالجيل اللي بعده يطلع سوي نفسيا للمستقبل. دي انا مبسوطه جدا من مشروع التخرج، مبسوطه انه خارج منهم. يعني احنا دايما بنقول انه ممكن الجيل الجديد مش عارف ايه المشكله اللي موجوده، او مش مدرك ايه اللي حاصل، او واخدين حتى يمكن مساله الجواز وبناء اسره كده على الهامش. بس لا، واضح ان في شباب مستوعب الفكره ومستوعب حجم الموضوع فعلا. طيب شاذلي، كان قبل الحلقه كان حابب يسالكم امينه وجانا على سؤال الحلقه، سألوا له. طبعا، عايزين نعرف ايه بقى المواقف اللي تعرضتوا لها من اهاليكوا على وسائل التواصل الاجتماعي. موقف دمه خفيف، موقف محرج، بان احنا بنتكلم على الاسر، طبعا بنتكلم على الاجيال كمان. دي العقد. دي العقد بقى. قولي بقى يا مين. كده كده وقت العيد ميلاد ده بيبقى على فيسبوك مليان كميه صور غير طبيعيه، ما ينفعش. ماشي، ما طبيعي. طيب ايه المشكله؟ لا لا لا، صور بقى ما ينفعش تتشاف، يعني اصلا ما ينفعش انا اشوفها. يعني مثلا بابايا مره في عيد ميلادي راح منزل لي صوره اللي هو شكلي كان كارثي، اللي هو مش واخده بالي، مستعده يعني، مكشره مثلا، مكشره وقاعده في جنب الواحد ده. قاصد على فكره. طب انت يا جانا؟ لا، هو اكتر حاجه طبعا الصور من احنا صغيرين، لما اهالينا هم اللي كانوا الاول على السوشيال ميديا فبينزلوا اي صور، فلما كبرنا صحابنا بقوا بيشوفوا الصور دي بيدخلوا يعملوا لنا كومنتس عليها، ليه فضايح؟ في صور معروفه كده. بالظبط، في نوع صور كده معروف بيبقى منتشر على السوشيال ميديا. لا، ودايما لما بننزل مثلا بنعمل شير لميم او حاجه، فنلاقي في ناس في العيله داخلين هم بيتكلموا بطريقه سيريس قوي او جديه قوي، واحنا بنبقى بنهزر. هم مش فاهمينه كمان. ده بيحصل، صحيح. طبعا احنا بنشكركم، بنتمنى لكم كل التوفيق. أمينة نبيل وجنى تامر، طلاب في كلية الإعلام جامعة مصر الدولية، شكرا جزيلا ليكم. نورتونا.